اسمي فيصل إبراهيم الهلال، بتول ميدان. طبعا احنا الاحفاد، انا اكبر واحدة من البنات، هو وانا اول اكبر واحد من الاولاد. بشكل عام خالاتي وخلاني خلاص طول الوقت هذول عرفوني مع بعض، خلاص بتول فيصل دائم مع بعض، فكنت دائم شوي مثل ما اقول احاول ارفع ضغطها، عرفت كذا خلاص انا اكبر، عرفت يعني، بس مو بهوشه، بس هذيك الاسلوب اللي شوي صحيح نفذها، عرفت؟ 2007 ترى مزوجين، ترى مزوجين بدري، احنا بدري بدري، ترى في فرق كبير بين الزفه واذا انت في مجلس الرجال، بدخل في الزفه حاجه ثانيه، ما تدري ايش صاير حولك، بس تمشي سيده كذا عشان لا تطيح، عشان شكلك، عرفت؟ وبعدين زي رجلان يقول لك خلاص وقف هنا، خلاص وصلنا ترى. بس صدق ودي اسمع يعني عن شعوركم ان دانا وارث المرض هذا منكم، يعني وش تحسوا؟ في عام 1970 لاحظوا اليهود الأشكناز في نيويورك أن عندهم مرض وراثي اسمه تايساك. المرض هذا يدمر الخلايا العصبية عند الأطفال بعمر 6 أشهر، وممكن يأثر على بصرهم وحركتهم ويقتلهم كلياً في السنة الرابعة. هذا المرض كان منتشر في مجتمعات اليهود المغلقة، وأقول مغلقة لأنهم يتزوجون بينهم بين بعض، ولكن ليس بالضرورة أنهم أقارب من الدرجة الأولى. خلال 20 سنة عملوا الأشكناز على أول برنامج مسح للجينات. هذا الإنجاز قدروا يسووه عبر اتباعهم نظام صحي صارم، فالشخص في مراحل دراسته المبكرة في المتوسط والثانوي يفحصوا جيناته ويحفظون النتيجة في قاعدة بيانات سرية. هذه قاعدة البيانات ما توصل لها إلا برقم مميز لك، وقبل أي ارتباط عاطفي أو حتى فكرة الخطوبة يشوفون إذا الولد والبنت متوافقين جينياً أو لا. كان هدفهم من هذا البرنامج أنهم يحددون المشكلة اللي تسبب المرض، مرض التايساك، ويقضوا عليه. وفعلاً قدروا يخفضون نسبة حدوث المرض بشكل كبير جداً، من 50 إصابة في السنة تقريباً إلى 5 إصابات فقط. التجربة هذه توضح أن في علاقة بين بعض الأمراض الوراثية وزواج المجتمعات المغلقة أو زواج الأقارب. جدة الله يرحمها يعني توفى، يصير خال جدي، جدتي الله يرحمها يعني طبعاً أهل أبوه، تصير خال جدتي، يعني جدانا الاثنين يصيرون يعني يصيرون خال جد اللي هو أبو أبوي، إيه يصير خال جدنا اللي من أمنا، إيه فحوسة. لا تسأل كيف، لأن أنا ما أعرف الأمانة، أعرف الجواب عليك من الآن. هذه نفسي نمسك ميكروفون كذا ونقول للناس يا جماعة، هو ما هو بالضرورة أنه هو زواج أقارب، لا يشترط، يعني ما هو يعني خلينا نقول العلاقة ما هي اشتراطية، العلاقة ما هي إذا صار في زواج أقارب معناته هذا الشيء حيصير، هي مجرد احتمالية وفرصة أنه إذا الطرف الأول حامل لهذه الطفرة الوراثية، الطرف الثاني حامل لهذه الطفرة الوراثية، حيصير في نسبة إصابة بمرض وراثي. احتمالية أنه يكون في طرف حامل وطرف ثاني حامل تزيد لأنهم أقارب. ليش تزيد لأنهم أقارب؟ لأنه في تزاوج سابق بين خلينا نقول أقارب من جهتين، يعني ابن عم زوجة وزوجة، أمهاتهم أخوات وأبهاتهم أخوان، وهو هذا اللي يرفع نسبة احتمالية أنه الشخص يكون حامل لطفرة وراثية، ابن عمه يكون حاملها. مفهوم زواج الأقارب عند كثير من الناس مرتبط بالأمراض الوراثية، وهذا الكلام مو بالضرورة غلط ولكن مو بالضرورة صح. ولهذا السبب وجد برنامج فحص ما قبل الزواج اللي يفحص عن مرضين وراثيين اللي هي أمراض الدم، الأنيميا المنجلية والثلاسيميا، وطبعاً يفحص مرضين آخرين لكنها ما هي أمراض وراثية، أمراض معدية. كنا رايحين مع بعض يعني صباح مع بعض، يعني أنا وهو رايحين الفحص مع بعض، حتى قال تعي معي في السيارة، قلت له لا ما أركب معكم في السيارة، يعني الحين ما أركب معكم في السيارة، فرحت مع جدي. فركبت مع جدي، فرحنا هناك وخالي استقبلنا، قال لنا تعالوا، ورحنا وسوينا سحبنا دم ورجعنا البيت. بس يعني احنا يوم الفحص طلع ما كان في شيء، كان متوافقين، كنت مبسوطة. هذه دانا انا حملت فيها على اخر قبل ما اتخرج بكم شهر، كان هو في السعودية، كان في السعودية وكان وانا كنت في امريكا، فدقوا علي في التليفون لأن ترى بتول ولدت، كنت نايم هزت، كان نايم. وصلت ظهرية العصر اي وصلت على مطار، اول ما جابوها كان صغيره كذا مسكينه، دانا عاد هي اوريدي نتفه، بس ان حزه الولاده كانت مره صغيره.
إذا تزوجوا أقارب ممكن يجيبوا أطفال سليمين ما فيهم ولا مرض وراثي. برضو إذا تزوجوا أشخاص ما يقربون البعض ممكن طفلهم يكون مصاب بمرض وراثي، ولكن الفارق هنا هو حمل الزوجين لنفس الجين اللي سبب المرض. اكتشفناه كيف؟ في 2017 على عمر سنتين، يعني في 2015 لاحظت أنا وأبوها أن في بجهة زي البقع البيضة. كان يقول هذا يمكن أنه صبغ أو جسمها جاف وكذا، فخلكم على الترطيب. شوي شوي مع السنوات بدأت تتحول هذه البقع البيضة إلى بقع بنية. شفت كيف شكل النمش؟ كان نمش. بدأ عندها التهاب في العين، وديتها مستشفى نفس الشيء، أعطيتها علاج وما خف، فوديتها بعدين مرة ثانية. فالله يجزاه خير دكتور العيون أول ما شافها، أول ما شاف الإيد وهذا وشاف إيدي قال يسوي لها موعد جلدية، قال يروح يسوي لها موعد جلدية. فرحنا موعد جلدية مرة ثانية، الدكتور أول ما شافها على طول قال لي ترى فيها المرض اسمه زيرو ديرما بيجمنتوزا، باختصار إكس بي. أول مرة أسمع بالمرض، أول مرة أعرف هذا الشيء أصلاً. قلت ترى هي حياتها كلها قضتها في الشمس. إكس بي أو أطفال ضوء القمر هو مرض جلدي نادر يخلي الشخص ما يقدر يتعرض للأشعة فوق البنفسجية. الشمس أحد أهم مصادر هذه الأشعة. هذا المرض اللي يعرف عربياً بجفاف الجلد المصطبغ هو مرض وراثي يصاب به الطفل إذا كان كل الوالدين حاملين للمرض. المشكلة هنا أن فحص ما قبل الزواج الرسمي حالياً ما يفحص عن هذا المرض، حكم أن احنا ما عرفنا خلى الأربع سنوات شبه يومين يقول لك تطلع برا عادي في الشمس، فهذا اللي خلاه يتأثر. بس لو كنا احنا عارفين مثلا لو كانت توها مولودة مثلا وصارت عندنا فرصة ان نعرف ان هذا المرض موجود فيها فخلاص. الطريقة اللي عرفوا فيها انهم حاملين للمرض هي عبر الفحص الوراثي، اللي يفرق عن فحص ما قبل الزواج بانه يستهدف الجينات المسؤولة عن اي مرض انت تحدده وبناء على تاريخ عائلتك انت. بتول وفيصل سووه بعد ما شخصت دانا بالمرض الوراثي اللي هو الاكس بي. تحليل الجينات طبعا ما في المستشفى ما يسوونه عندهم هنا، فكان لازم ياخذون عينه ويرسلونها الى برا، اتذكر الى المانيا كانت تقريبا تاخذ من 3 أسابيع الى شهر على ما ترجع النتيجه. فهذاك الشهر كنا احنا بس على اعصابنا، وصحيح جات النتيجه بعدين وتكنفيرمد انه يس انه فيها اكس بي، وعطوني طبعا ايش الاشياء اللي لازم اسويها، يعني ايش لازم انها ما تطلع للشمس، واذا طلعت لازم تكون بروتكتد من الأشعة. بصراحة سألت مرة لدانا أصلاً، قلت لها هل في يوم من الأيام بتزعلين علي أو على بابا لأن إحنا سجين بعد كل منكم أنتوا خليتوني أصير كذا؟ قامت تقول لا، يعني أنتوا ما كنتوا تدرون، يعني شيء أنتوا ما تدرون عنه قبل، ولا يعني ما راح أزعل عليك أصلاً يعني. فهالمواضيع قام أحاول أتكلم معاها علشان أشوف هي إيش تفكيرها، إيش ممكن تقول، يعني هل ممكن فيها شيء من داخل ما قاعد تطلع ليها، عشان ما أبغاها تتأثر نفسياً ويصير فيها شيء سلبي يعني. وحتى نصل للحل اللي خلينا نتجنب وجود أمراض ما نعرفها إلا بعد ما تتطور وتسوء حالة المريض هو الفحص الوراثي الخاص لكل عائلة. يعني ما ينفع نعمل فحص ما قبل الزواج هذا الرسمي اللي يفحص فقط عن مرضين وراثيين ونعتقد أن الطرفين متوافقين لكل الأمراض الوراثية، فبالتالي ضروري لكل اثنين بالذات إذا كانوا أقارب أنهم يفحصوا عن الأمراض المنتشرة في عائلتهم هم، ولا يكتفون بفحص ما قبل الزواج. لأنك إذا اكتفيت بالفحص الرسمي فكأنك حاط المجهر هنا والشيء اللي تبغى تكتشفه هنا. الفحص الوراثي الذي نطمح إلى أنه يكون موجود ومتاح للمتقدمين على الزواج مستقبلاً لا يفحص فقط مرضين وراثيين، يفحص أمراض وراثية كثيرة موجودة في المجتمع السعودي وأيضاً موجودة يعني في عالمياً. والأفضل أن الفحوصات تكون من بدري قبل ما يتعلق الشاب بالشابة وقبل الارتباط العاطفي اللي يصير، لأن حالياً الناس تقدم على الفحص ما قبل الزواج لما كل شيء يتم وحتى القاع انحجزت. فحتى لو طلعت نتائج الفحص أنهم غير متطابقين بيكون صعب التراجع، بل أشبه بالمستحيل إذا عرفنا الضغوطات الاجتماعية والتأثير العائلي. لذلك في البحرين مثلا سووا برنامج يفحص الأبناء والبنات في المرحلة الثانوية، وكل واحد يكون عنده بطاقة واضحة لحالته المرضية حتى يعرف الشاب قبل ما يتعلق بإنسانه أو قبل ما العائلة تبدأ في البحث عن شريك الحياة يبدأوا رحلة الخطوبة
وهم المعلومة بيدهم، ولا يوفقون راسين بالحلال إلا المتوافقين صحيا. حتى لما أم عبد الله تبغى تخطب الولد عبد الله واحدة من العائلة، تعرف تختار له، هل تخطب له دلال أو بدور. لذلك الأضمن بعد توفيق الله وعنايته إن أي شخصين على الإطلاق حتى لو ما كانوا أقارب يجرون فحوصات وراثية شاملة تعطيهم نظرة عن الطفرات الجينية الموجودة عند كل واحد فيهم، واللي يعرف به هول إكزوم سيكوينسينج أو التسلسل الجيني الكامل. لأن ممكن الطرفين يتشاركون نفس الطفرة حتى لو ما كانوا أقارب، لأن مجتمعنا يعتبر من المجتمعات المغلقة ومن زمن طويل. هذا الفحص الشامل لما يجرى عند مختص وبمساعدة الاستشاري الوراثي يعتبر أجمل هدية ممكن تقدمها لنفسك ولأطفالك في المستقبل، شيء يضمن جودة حياتك وجودة حياة أسرتك، لأن هذا الفحص هو خط الوقاية الأكثر أماناً ضد الأمراض الوراثية. لو كنت تدرون عن أن المرض هذا موجود قبل ما تتزوجون، هل تتزوجون؟ Ha, ha, ha.